الدين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلي وسلم على سيدنا محمد عبد ضيف المنون عليه وأنت خير الوارثين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمين ولساتذتنا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأسأل إلينا ولحاضرين ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم أثب بمعد فضلك وجودك وكرامك ثواب مبرنا من القرآن العظيم وما هلل من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما سبحنا من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صلينا على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين خصوصا الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين وبعد تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح ما اجتمعنا